وجهت الشرطة الباكستانية تهما بالإرهاب لرئيس الوزراء السابق عمران خان حسب ما أفادت السلطات اليوم. وجاءت هذه الاتهامات بسبب خطاب ألقاه خان في إسلام أباد يوم السبت الماضي، وتعهد فيه بمقاضاة رجال الشرطة وأحد القضاة، وذكر أن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله. تأتي هذه الخطوة في خضم توتر سياسي في باكستان، حيث ينظم رئيس الوزراء السابق مسيرات حاشدة سعيا للعودة إلى منصبه. وينضم إلينا من إسلام أباد مراسلنا براء هلال. أهلا بك براء، يعني بموجب هذه الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق، ما هي الخطوات التي قد تتخذها السلطات بحقه؟ حقيقة عمران خان في البارحة في أثناء خطاب جماهيري، أو كان يوم السبت بالذات في أثناء خطاب جماهيري يحشد فيه لحملة انتخابية في كراتشي على مقعد شاغر، أطلق بعض التهديدات ضد بعض رجال الشرطة وخاصة شرطة إسلام أباد وأحد القضاة في إسلام أباد، مما استدعى وزارة الداخلية أو الائتلاف الحاكم لأن يسجل ضبط شرطي ضد قائد حزب الإنصاف عمران خان، وحدده وزير الداخلية بإمكانية الاعتقال أو قال بالحرف أنك ستواجه التبعات القضائية. طبعا هناك مظلومية الآن يعني يطالب بها حزب الإنصاف أو يسعى وراءها، وهي اعتقال النائب السابق لعمران خان أو مستشاره السابق شهباز قل، الذي قال عمران خان أنه تعرض للتعذيب على أيدي رجال الشرطة وتم نقله إلى المستشفى الوطني. عمران خان بعد هذا الخطاب تقريبا لا يعرف الآن مكانه بالتحديد، ربما يقال أنه في مسكنه في بنغالا أو أنه في خرج إلى بشاور أو غادر منطقة البنجاب تماما. ولكن البارحة يعني حصلت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بين أنصار عمران خان أن الشرطة تحضر لاعتقال زعيمهم، فتوجهوا بالمئات إلى منطقة بنغالا في إسلام أباد، وهي المنطقة التي تضم منزل عمران خان. ولكن هناك لم نلاحظ يعني وجودا شرطيا كثيفا سوى التواجد العادي الذي يتواجد في هذه المنطقة، حيث أنها تضم منازل عدد كبير من قادة الحزب الحاكم ومن قادة حزب الإنصاف ومن أحزاب أخرى. لكن كان الدخول والخروج إلى منطقة بنغالا التي تضم منزل عمران خان ممنوعا على الناس. نعم، شكرا لك مراسلنا من إسلام أباد براء هلال.